أوكرانيا تخسر الحرب. هذا ما تقوله العديد من الصحف الدولية حيال تطورات المعارك في أوكرانيا، مع تعثر حزم الدعم المالية والعسكرية الغربية المقدمة لكييف في خضم اندلاع الصراع في الشرق الأوسط وحرب غزة. الميدان الأوكراني يقول وفقاً لمحللين أن روسيا انتصرت في معركة تأمين الدعم بالذخيرة والقوات الرديفة، فيما خسر الغرب هذه المعركة ولم يستطع أن يجاري مجمع الصناعات العسكرية الروسية في إمداد القوات الأوكرانية بالذخائر الكافية. فها هي أوروبا تفشل في تزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة مدفعية هاوتزر حسبما أعلنت قبل عام، فيما تنتج روسيا من الذخائر والمعدات 3 أضعاف ما ينتجه الغرب في العام الواحد وفق تقارير صحفية. آخر الضربات الروسية لأوكرانيا لم يكن بالصواريخ فرط الصوتية أو الجوالة، ولكن كان في تمكن روسيا من اختراق جهاز الاستخبارات الأوكرانية حسبما أعلنت كييف اليوم، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في جهاز الاستخبارات. قالت إنهم يعملون سراً ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا. وقال المدعي العام إن الموظفين 5 هم موظفون سابقون في استخبارات الدفاع ووحدات الاستخبارات الأجنبية، بالإضافة إلى موظف حالي في الجهاز أوقفوا للاشتباه في تورطهم بالخيانة، حيث نقلوا معلومات استخباراتية حول المواقع الدفاعية والمنشآت الحساسة إلى جهاز الاستخبارات الروسية. وحالياً يمثل نهر دنيبرو حدود الفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، فبعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني غرب زابوريجيا تحديداً، بدأت روسيا في توسيع هجومها في الشرق باتجاه كوبيانسك وتخوم خاركيف، إذ يمكن اعتبار كوبيانسك أنها بخموت الثانية، والسيطرة عليها ستكون فصلاً حاسماً في سيطرة روسيا على حوض الدونباس وشرق نهر دنيبرو. فهل يفكر الغرب لتحسين شروط أوكرانيا في التفاوض بدلاً من أن يفكر في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا